السلام عليكم. هنا دي الأدوات المستخدمة في تطريز بالستان، شريط الستان. أي لون أنت عايزاه هتستخدميه. شريط الستان ده عرضه تقريبا نص سنتي أو سنتي، يعني ممكن تجيبي طبعا العريض زي البيج ده. هتجيبي الألوانات اللي أنت عايزاها في الشغل بتاعك، وعايزة طبعا خيط خياطة أو خيط كوتون بارلي أو خيط دي ام سي. ليه الخيوط؟ عشان في غرز في الستان احنا بنثبتها بالخيط، ومقص طبعا عشان تقصي بيه الستان بتاعك. ودي الخيوط الدي ام سي بالمنظم اللي انا عاملاه ومورياك الفيديو بتاعه. ودي الابرة، الفتحة بتاعتها بتبقى كبيرة. وطبعا انا في فيديوهات علمتها لك شغل ستان، وعرفتك تدخلي الستان ازاي في الابرة دي. يعني كل اللي انت عايزاه. وعلى فكرة اللي هي بتاعت الستان دي ب5 جنيه، مش غالية يعني. وهتجيبي على كل لون ستان الخيط بتاعه المناسب لي. واتمنى لك التوفيق. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وكومنت حلو كده. مع السلامة.